هذا التيران هو المنافس الوحيد للشباب ديال هذه المنطقه. ما عندناش ديور الشباب، ما عندناش ملاعب القرب اللي كندافعوا عليهم من سنه 2011 وحنا كندافعوا على هذا الشيء، والتيران الوحيد اللي عندنا في المنطقه. انتم كتشوفوا اشنو داروا لينا فيه، اجروا لنا فيه. مشينا للسلطه، السلطه خدت الاجراءات ديالها، بقى هذاك الشيء اللي دارت معنا فيه السلطه ما كاين والو، بقى الشيء قصه. حنا ما كنحرموش هاد الناس من رزقهم، حنا عيب وعار المسلمين، حنا كمسلمين ودوله مسلمه نحرموا الناس مرزقهم؟ لا، هذا عيب وعار. ولكن كاين امكنه اللي خاصه بقشه، كاين امكنه خاصه بالشرطيات، يدير الدوله دير الدوله عندها حلول، ماشي ضد الشباب، الدوله اللي كتهرس الشباب. حنا كنطالبوا بالتيرانات، يديروا الملاعب قرب، والتيران ديالنا تو دي مصلى بعد اصلا استاذ، راه مصلى حاشا كيديروا فيها كل شيء، هذا راه مصلى وتيران، المسوق راه مصلى وتيران، المسوق راه دين وكوره، الدين هو اسبق. حنا كنطالبوا من المسؤولين، الناس مسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار هادشي، ولهاد الشباب هاد الناس اللي ضايعين، الشباب اللي كيلعبوا في هاد التيران كل حد ديما، واليوم راه ولينا كنلعبوا فوق الحجر، فوق يصابوا لنا التيرانات والله يديم علينا. انا بعدا بالنظريه ديالي عندي في عمري 45 عام، ما عمر سي مزلي طلع وعنده الغيره على المنطقه جمع الفضلات. كانت واحد النقاش لا في الفيسبوك لا في وسط الناس على واش القشه تكون فوق التيران ولا ما تكونش فوق التيران. البعض شاف ان خصها تحايد لنا على حساب التيران، البعض قال ان خصها تبقى في هذه. انا وجهه النظر ديالي، انا بالنسبه لي انا مجموعه من الناس كيجيو ترسخوا، عندهم وليداتهم عندهم اسر ديالهم، ما يمكنش غنديهم واحد البلاصه بعيده نحرمهم من الرزق ديالهم الاولى. ثانيا لك غادي يكونوا يومين في الاسبوع مثلا الخميس والجمعه، ومن بعد منهم غنحيدوا هذا الشيء وننظفوا هذا المكان، ما كاينش مشكل، الناس يجيو يخدموا وتجي. حنا عندنا الشركه ديال التدبير المفوض اوزون، تجي هي تعاود تجمع، ولا الناس هما نلزمهم باش يعاودوا يجمعوا داك الشيء. المهم القشه تستمر، لان علاش القشه واحد الحاجه كتفيد الناس اللي هما عندهم الدخل شويه محدود، دراوش وداك الشيء كيشروا شي حاجه ولا تعودوا الاستطاعه ديالهم. ثانيا واللي هي مهم، ان القشه جات في واحد البلاصه استراتيجيه، لاي واحد مر من هاد الطريق كتبان له قشه، كيبقى يسول كينزل كذا كذا. يعني بالنسبه لنا القشه اداه الجذب، الجذب لا الاقتصادي لا السياحي للمنطقه، يعني مزيان خاصها تبقى لنا المنطقه ديالنا. ما خصهاش تكون صحيح، ما خصهاش تكون على حساب الرياضه، ريتما يكون تيران بشكل رسمي. هاد التيران غادي يكون تيران مستقبلا بشكل رسمي ديال بشراكه ما بين الجامعه والمجلس الاقليمي ووزاره الشباب والرياضه، ريتما يكون. فانا شخصيا لا ارى اي مانع انهم يكونوا يومين في الاسبوع، بشرط انهم يجمعوا داك الشيء المتبقيات اللي كيبقاو في الاخر، الزاج ولا الزبال ولا حاجه كيجمعوا في الاخر ما يخليوش، هذا هو اللي خصو يكون. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.